متواصلين معكم مستمعينا بفقرات محطة 24 لليوم، وبتصادف أعياد الطائفة السامرية خلال الأسبوع المقبل، وهو عيد نزول التوراة والصعود إلى قمة الجبل. حابين كتير نتعرف على هاي الأعياد، ولذلك معنا عبر الهاتف الكاهن حسني واصف السامري، مدير المتحف السامري وكاهن الطائفة السامرية. صباح الخير حضرة الكاهن. صباح النور. بداية حابين نسمع منك عن العيد، امتى العيد وشو مناسبته؟ قبل ما ادخل في تفاصيل العيد، الحقيقة بحب اعطي لمحة عن السامريون. اكيد تفضل. السامريون هم السلالة الحقيقية لشعب بني اسرائيل وليسوا يهود. هم اصغر واقدم واعرق طائفة موجودة في العالم، ينتمون إلى ثلاث أسباط من أسباط الاثنى عشر: اللاويين والذي ينتمي إليهم الكهنة، وأبناء يوسف عليه السلام إفرايم ومنشة. بنتموا أربع عائلات من السامريين اللي هم الدنفي وسراوي وصدقة ومفرج. لكن عدد السامريين كان قبل 3000 سنة 3 ملايين نسمة. حاليا لقيت عددهم 780 نسمة يسكنون في منطقة جبل جريزيم، الجبل الجنوبي على مدينة نابلس وفي حولون قرب تل أبيب. الحقيقة أعياد السامرية هي موسمية وعددها سبعة. أول إشي عيد الفصح، وعيد الفطير، وعيد الحصاد، عيد العرش، وعيد رأس السنة العبرية، وعيد الغفران، وعيد نهاية الأعياد اللي بيسموه بالعبراني الشميني عصيرة ونهاية الأعياد. من هذه الأعياد هو عيد الحصاد. عيد الحصاد الذي سيصادف ب 8/6 يوم الأحد القادم، هو بيسموه عيد السبع أسابيع. دائما لازم يأتي بعد سبع أسابيع من يوم السبت الذي يحل بعد عيد الفصح، ويصادف يوم الأحد بعد 50 يوم من انتهاء عيد الفصح. حيث يبدأ السامريون بصلواتهم في هذا العيد في الساعة الثانية صباحا برئاسة الكاهن الأكبر للطائفة السامرية وإمام الطائفة، وبحضور جميع أفراد الطائفة بلباسهم الأبيض الذي يدل على صفاء الروح، وجميع المسلمين يقفون أمام الله سواسياد، يعني دون غني أو فقير، ويترجلون من الكنيسة السامري متجهين مشيا على الأقدام إلى قمة الجبل في الساعة الرابعة صباحا. جبل جريزيم الذي يعتبر أقدس بقعة على وجه الأرض بالنسبة لهم مبتدئين الحج السامري، هو عبارة عن ذكرى نزول التوراة على سيدنا موسى عليه السلام من قبل رب العالمين في جبل سيناء قرب سانتا كاترينا. في هذا العيد يجب أن يمرون في سبع محطات صلواتية، ابتداء من المحطة الأولى والتي تسمى محطة بيت الربيس، وعبارة عن رجل تقي وورع عاش قبل مئات السنين في هذا البيت من على قمة هذا الجبل. ومن ثم ينتقلون المصلين إلى المحطة الثانية لتدعى محطة الأبانم، حيث نقل القائد الإسرائيلي يشوع بن نون الاثنى عشر عجل من نهر الأردن إلى هذا الجبل. والمحطة الثالثة مذبح آدم عليه السلام، محطة الرابعة مذبح نوح عليه السلام، المحطة الخامسة المكان الذي حلم يعقوب عليه السلام حلمه على قمة هذا الجبل، والمحطة السادسة مذبح إسحاق. أما المحطة الأخيرة والسابعة الذي بنى بني الهيكل على قمة هذا الجبل. يقوم السامريون بمعايدة بعضهم البعض لينتهي الحج السامري. هذا عبارة عن حج السامري، الحج الثاني بعد الحج العيد الفصح. كم ساعة بيستمر هذا الحج؟ هذا العيد يستمر سبع ساعات منذ الثانية صباحا وحتى التاسعة. ومن الجدير بذكر أن السامريون شيبا وشبابا يعني وأطفالا ومتى يشاركون في صلاة هذا العيد. ويأتي السامريون الموجودين في حلون إلى جبل جرزيم أيضا؟ جميع السامريون الحج يجب أن يكون على قمة جبل جرزيم فقط وليس في أي مكان آخر، لأنه جبل جرزيم هو أقدس بقعة موجودة على وجه الأرض للسامريين. على فكرة ترتكز الديانة السامرية على خمسة أركان الدين: وحدانية الله الواحد الأحد، نبوة سيدنا موسى عليه السلام،
الشريعة المقدسة خمسة أسفار سيدنا موسى، التكوين، خروج، لاويين، عادة التسمية، جبل جريزيم المقدس، واليوم الآخر يوم الحساب والعقاب. إذن الرابع من أركان الدين هو جبل جريزيم المقدس. نحن لا نعترف ولا نؤمن بجبل بالقدس، لكن الحقيقة أنه الجبل المقدس تبع السامريين هو فقط جبل جريزيم المذكور بالتوراة 13 مرة، لكن القدس غير مذكورة في التوراة. إذا أساس الدين هو خمس أركان، منهم الرابع هو قدسية جبل جريزيم. كل من لا يؤمن من السامريين بجبل جريزيم هو مش سامري. لكن أساس الدين السامري يرتكز على 10 كلمات، وهي لا يكون لك آلهة غيري، لا تحلف بالله كذبا، احفظ يوم السبت، أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشهد شهادة زور، لا تشتهي زوجة قريبك، جبل جريزيم المقدس. أظن أنا بعتقد أنه إخواننا المسيحيين وإخواننا الإسلام والسامريين العشرة وصايا هي نفس الوصايا. صحيح. لذلك كل الدروب يعني بتودي على نفس الموضع، على نفس يعني أنه رب العالمين، يعني الإيمان بالله الواحد الأحد. على فكرة السامريون هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومن نسيجه الاجتماعي. هناك قواسم مشتركة بين الشعب الفلسطيني المسلم وبين السامريين، من حيث الوحدانية بالله الواحد الأحد، الطهارة، الوضوء، والركوع والسجود أثناء الصلوات. حضرت الكاهن تحكي لنا أكثر عن الروحانيات اللي بتكون موجودة، ما هي التراتيل اللي بتكون موجودة خلال فترة الحج بالصعود إلى جرزيم؟ صلواتنا والحجوج الثلاثة في عيد الفصح وعيد الحصاد وعيد العرش. على فكرة احنا أعيادنا موسمية، يعني عيد الفصح بيستقبل الفصل السيف، وعيد الحصاد بيستقبل الحصاد بالضبط. في كانوا في الماضي عندما يصعدوا السامريين في الحج يطلعوا في لباس الأبيض ويصلوا فوق، معظم القرى اللي حوالين مدينة نابلس كان ينظروا على السامريين يعرفوا إنه وقت الحصاد يعني حصل، منشان هيك يبدأوا بالحصاد. الصلوات ما هي عبارة عن مقتطفات من التوراة اللي بتشير على إنه عيد الحصاد هو نزول التوراة على سيدنا موسى في جبل سيناء. طبيعي السامريين يبدأوا الصلوات في الكنيسة السامري. قبل ما تبدأ الصلاة احنا الدين تبعنا يرتكز على الطهارة، ومن ثم الوضوء، وضوء اليدين والفم والأنف والوجه والأذنين والأرجل. لذلك عندما بيحضر الإنسان بتهيأ لهذه الصلاة بروح بإمامية أحد الكهنة وبيصلي بركوع وسجود. صلواتنا مساء وصباحا هي عبارة عن 10 ركوع وسجود، أما أيام الأعياد مثلا في هذا العيد هي بتبلغ 24 ركعة وسجود. لذلك صلواتنا مقتطفات من التوراة التي تشير على العيد بحد ذاته، شو الواجب، كيف لازم الإنسان يعمل، كيف يطلع على المحطات دول يصلي فيهم، مشان نعلم أطفال أولادنا من بعدنا إن يمشوا على الضرب الذي خطوه لهم آبائهم وأجدادهم بالماضي. أكيد إحنا بنتمنى إنه ينعاد عليكم بالخير والبركة كل سنة وأنتم سالمين، وشكرا جزيلا لك. إذا كنت معنا الكاهن حسني واصف السامري، مدير المتحف السامري وكاهن الطائفة السامرية، شكرا جزيلا لك. شكرا يا أخت على FM اللي سمحت لنا، 24 FM اللي سمحت لنا هذا المجال مشان نعرف أبناء الشعب الفلسطيني على أنه السامريين هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومن نسيجه الاجتماعي. أكيد. إحنا كمان بنشكرك وإلى اللقاء، كل سنة وأنتم سالمين.